السلام عليكم ورحمة الله. في حصة اليوم إن شاء الله سوف نرى كيفية تحديد إحداثيات منتصف قطع. إذا نعتبر المستوى منسوبا إلى ما لا متعامد ممنظم، لاحظ الشكل الآتي. إذا السؤال يقول حدد إحداثيتي كل من R و S و T منتصفات AE و BF و MN على التوالي. يعني على التوالي تعني أن R منتصف AE و S منتصف BF و T منتصف القطعة MN. إذا نبدأ بتحديد إحداثيات R منتصف AE. إذا ما يهم في هذا السؤال هو تحديد إحداثيات المنتصف. إذا لدينا إحداثيتي النقطة A والنقطة B. القاعدة تقول إذا كانت لدينا AE قطعة و R منتصفها، فXR يعني الأفصول ديال النقطة R يساوي XA زائد XE على 2، وكذلك YR يعني أرتوب النقطة R يساوي الأرتوب ديال A زائد الأرتوب ديال E على 2. إذا غادي نطبق القاعدة. إذا XR، إذا XA هي 2.5 زائد XE أي زائد 1 على 2، و YR إذا الأرتوب ديال A اللي هو 1 زائد الأرتوب ديال E اللي هو ناقص 1، إذا زائد ناقص 1 على 2. إذا XR، إذا 2.5 زائد 1 هي 3.5 على 2. إذا هنا كنحاول نحيد الإشارة أو نحيد الفصيلة من البسط. إذا غادي نضرب في 10 في البسط والمقام غيرجع عند 35 على 20. إذا هنا ممكن نختزلو بالعدد 5. إذا غنقسمو على 5 في البسط وفي المقام، 35 على 5 كيبقى لنا 7، و 20 على 5 هي 4. بالنسبة لإيكغريك آر، فواحد زائد ناقص 2 هي 1 ناقص 2، يمكن نحيدو الإشارة دونك نطبقو قاعدة الإشارة. إذا زائد ناقص كطينا ناقص، يعني 1 ناقص 2 هي ناقص 1 على 2. إذا آر الإحداثية ديالها 7/4، دائما كنبداو بالأفصول هو الأول عاد الأرسوب ناقص 1/2. الحالة الثانية تحديد إحداثيتي S منتصف BF. إذا عندنا الإحداثيات ديال B وديال F بنفس الطريقة. إذا XS غادي نديرو التطبيق المباشر. إذا الأفصول ديال B زائد الأفصول ديال F، هنا الترتيب غير مهم، ندير الأفصول ديال B زائد الأفصول ديال F أو العكس لأن الجمع تبادلي. إذا ندير الأفصول ديال F أي 5 زائد ناقص الأفصول ديال B اللي هو ناقص 1.5 على 2 إكس إيكغريك إس. دابا الأرتوب زائد الأرتوب، إذا ناقص 1 زائد 1.6 على 2. إذا 5 زائد ناقص 1.5 زائد ناقص هي ناقص، أي 5 ناقص 1.5 على 2، والأرسوب كيعطينا ناقص 1 زائد 1.6 هي 0.6 على 2. إذا إكس إس، إذا 5 ناقص 1.5 هي 3.5 على 2. إذا بنفس الطريقة، إذا كنضربو في 10 كيولينا 35 على 20، كنقسمو البسط والمقام على العدد 7، إذا كانت على العدد 5 عفوا تعطينا 7/4.
YS. إذن للتخلص من الفاصلة اللي كاينة في البسط كنضربو في 10 في البسط وفي المقام. إذن 0.010 هي 6 وجوج في 10 هي 20. إذن يمكننا نختزلو بالعدد 2 البسط والمقام. إذن كنختزلو كنقسمو البسط والمقام على العدد 2. إذن 6 مقسوم على 2 هي 3 و20 مقسوم على 2 هي 10. إذن كيعطينا S 7/4 3/10. إذن هادو هما إحداثيتا النقطة S. تحديد إحداثيتا T منتصف ML. إذن بنفس الكيفية X T إذا الأفصول، إذا هو الأفصول ديال N زائد الأفصول ديال M على 2، إذا ناقص 3 زائد 0 هي ناقص 3 على 2. و Y T الأرتوب ديال N زائد الأرتوب ديال M على 2، إذا 3.5 زائد 0 أي 3.5 على 2. إذا ناقص 3.5 راه ما عنديش إشكال فيها. في Y T عندنا عدد عشري في البسط، إذا خصني نرجع الكتابة على شكل عدد جذري، إذا خصني نتخلص من الفاصلة. إذا بنفس الطريقة اللي شفنا قبل فغتعطينا 7/4، وبالتالي فالعدد أو النقطة T الإحداثيات ديالها هما ناقص 3/2 7/4.